أنس بن مالك الأنصاري. كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه الرميساء الشهادتين، وملأت فؤاده بحب نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه في مكة، أو يفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم في يثرب ليسعد برؤيته ويهنأ بلقائه. لم يمضي على ذلك وقت طويل حتى صار في يثرب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق في طريقهما إليها، فغمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل القلوب. وأخذ الفتيان يشيعون مع إشراقة كل صباح أن محمدا قد جاء، فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار، لكنه لا يرى شيئا فيعود كئيبا محزونا. وفي ذات يوم هتف رجال في يثرب أن محمدا وصاحبه غدوا قريبين من المدينة، فطفق الرجال يتجهون نحو الطريق الميمون ومضوا يتسابقون إليه، تتخللهم أسراب من صغار الفتيان، وكان في طليعة هؤلاء الصبية أنس بن مالك الأنصاري. أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق ومضي بين الجموع. ما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستقر بالمدينة حتى جاءته رميساء بنت ملحان أم أنس، وكان معها غلامها الصغير وهو يسعى بين يديها. ثم حيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لم يبقى رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا. ومسح رأسه بيده الشريفة وضمه إلى أهله. كان أنس بن مالك أو أنيس كما كان ينادونه تدليلا في العاشرة من عمره، يوم سعد بخدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وظل يعيش في كنفه ورعايته إلى أن لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. فكانت مدة صحبته له 10 سنوات كاملات، نال فيها من هديه ما زكى به نفسه، ووعى من حديثه ما ملأ به صدره، وعرف من أحواله وأخباره وأسراره وشمائله ما لم يعرفه أحد سواه. وقد لقى أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلى الله وسلامه عليه ما لم يظفر به ولد من والده، وذاق من نبيل شمائله وجليل خصائله ما تغبطه عليه الدنيا. فلنترك لأنس الحديث عن بعض الصور الوضاء من هذه المعاملة الكريمة التي لقيها في رحاب النبي السمح الكريم، فهو بها أدرى وعلى وصفها أقوى. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا، فقد أرسلني يوما لحاجة فخرجت وقصدت صبيانا يلعبون في السوق لألعب معهم، ولم أذهب إلى ما أمرني به، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ بثوبي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. فارتبكت وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله، والله لقد خدمته 10 سنين، فما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لي شيء تركته لما تركته. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا نادى أنسا صغره تحببا وتدليلا، فتراه يناديه: يا أنيس، وأخرى: يا بني. وكان يغدق عليه من نصائحه ومواعظه ما ملأ قلبه وملك لبه، من ذلك قوله له: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيى سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. عاش أنس بن مالك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 عاما، ملأ خلالها الصدور علما من علم الرسول الأعظم،
وأحيا فيها القلوب بما بثه بين الصحابة والتابعين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أذاعه في الناس من شريف أقوال الرسول وجليل أفعاله. قد غدا أنس مرجعا للمسلمين يفزعون إليه كلما أشكل عليهم أمر، ومن ذلك أن بعض الممارين في الدين جعلوا يتكلمون في ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فسألوه في ذلك فقال: ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي واحدة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما امتدت به الحياة، كثير الترديد لكلماته، حريصا على متابعته في أفعاله وأقواله، يحب ما أحب ويكره ما كره، وكثيرا ما كان يقول: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا، ورأيته يوم قبض منا، ففي يوم دخوله المدينة أضاء فيها كل شيء، وفي اليوم الذي أوشك فيه أن يمضي إلى جوار ربه أظلم فيها كل شيء. ولقد دعا رسول الله صلوات الله عليه لأنس بن مالك أكثر من مرة، وكان من دعائه له: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. وقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان أنس أكثر الأنصار مالا وأوفرهم ذرية، حتى إنه رأى من أولاده وحفادته ما يزيد على 100. وقد بارك الله في عمره حتى عاش قرنا كاملا وفوقه 3 سنوات. ولما مرض أنس بن مالك مرض الموت قال لأهله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ظل يقولها حتى مات. وقد أوصى بعصية صغيرة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تدفن معه، فوضعت بين جنبه وقميصه. هنيئا لأنس بن مالك الأنصاري على ما أسبغه الله عليه من خير، فقد عاش في كنف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملات، وكان 2 في رواية حديثه، هما أبو هريرة وعبد الله بن عمر، وجزاه الله هو وأمه الرميساء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. العبرة: دور الأمهات في نشأ الأبناء. الأم ليها دور كبير زي ما احنا عارفين في تنشئة الأبناء، بس مش بالتوجيه. يعني هنا الأم عملت ايه؟ حببت الولد للنبي عليه الصلاة والسلام، حببته فيه، قالت له كلام حلو عنه، فإحنا كمان عايزين نعمل الدور دوت. مش لازم يعني بشكل مباشر وانت بتعلميه مثلا ازاي ياكل او ازاي يشرب او ازاي يلبس او ازاي يتكلم، وبتأدبيه، بتفكريه بسيدنا أنس، وبتفكريه بقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الأطفال، وان احنا كمان بنحبه، وان احنا بنحب نقلده، لان هو في الجنة واللي هيكون شبهه هيدخل الجنة معايا. يعني دايما كلمات كده حب عن النبي عليه الصلاة والسلام، دائما دائما وابدا. حتى ولو انت ما بتعرفيش تتكلمي خالص وما تعرفيش اي حاجة خالص عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي اظهار الحب، يعني بس اظهري بس حبك للنبي عليه الصلاة والسلام مع ذكر كده سيرته كده، يعني عارفة انت، عبري كده عن مشاعر قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام ده غالي عندنا، ها ده حبيبنا قدوتنا كده، الصحابة كانوا بيضحوا بنفسهم عشانه، فإحنا النبي عليه الصلاة والسلام ده أحب خلق الله إلى الله كده. يعني اظهر الحب، مجرد بس ما تظهر الحب هم يحبوه. طيب إيه كمان؟ الأم اللي هتودي ابنها للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يكون خادم ليه، أكيد هي عارفة إن هي مربية ابنها كويس، أكيد عارفة كويس أوي إن صوته هادي، وأكيد عارفة إنه لما بيحضر مجالس الرجال بيقعد زي الرجالة كده، مش بيقعد يفرق. فإحنا عايزين برضو نعلم أولادنا سواء بنات أو أولاد، إن هم يعني إذا حضروا في مجلس في ناس كبار احترموا الكبار، ما يعلوا صوتهم، بس ده يعني تقييد للحريات، وده طفل ويعمل اللي هو عايزه. لا لا، مش الكلام ده. الطفل بيؤدب، أمال هتربيه إمتى؟ هتربيه لما يبقى عنده 40 سنة؟ هتقول له اقعد بأدب، اتكلم باحترام وعنده 40 سنة؟
التربية وهو صغير، هتعلميه يتكلم ازاي ويقول ايه وما يقولش ايه، ولا الكلمة دي ما تنفعش، الكلمة دي ما تقولهاش لأختك، وما تتكلمش بالأسلوب دوت، لا ما تعليش صوتك. هي دي التربية. فهي ودته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده 10 سنين، يعني المفروض هو 10 سنين ابنك يكون بقى ايه تمام. اصلا انت بقى متعرفيش ده، هما ده زمانهم غير زماننا، واحنا بقى ايه عيالنا غير عيالهم، والكلام ده كله لا مفيش الكلام ده. الامهات قادرات على تربية اولادهم حتى ولو كان كل الناس اللي حواليك ما بيربوش عيالهم، مالكيش دعوة غيرك، مالكيش دعوة غيرك. اصل ما بعرفش اسيطر عليهم، اصل ما بيسمعوش كلامي. الام يا جماعة اللي ما بتعرفش ان هي تؤثر في اولادها، يبقى انت محتاجة تبني نفسك من جديد. انت ما بنيتيش صح، انت محتاجة تبني نفسك من جديد. ابني نفسك ازاي؟ صلي كتير، اذكر ربنا كتير، ادعي كتير، الحرام ما تعملهوش، حاولي تثقفي نفسك على قد ما تقدري عن طريق الميديا، يعني تعلمي دينك من اول وجديد، تعلمي تجويد، روح المسجد، ابني نفسك، وبعد كده ابتدي ابني ابني غيرك. لان انت لو مش مبنيه كويس انت مش هتعرفي تبني كويس ابنك. يعني الام المريضه نفسيا دي هتربي ازاي؟ الام المشغوله طول النهار مش فاضيه ان هي تطور من نفسها وتعلم دينها، تربي ازاي عيالها؟ فيعني لا، نبتدي بنفسنا احنا الاول. يعني السبب الاصلي في ان انا بذكر القصص دي هي ان احنا نقتدي فبهم، اقتدي يعني ايه؟ عايزين نقلدهم، يعني هم دول اهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيعني مش هينفع نخش الجنة الحقيقة غير لما نقتدي بدول. فهم كانوا المسلمين القدامى الصحابة كانوا فاهمين الدين على انه تضحية، مش زي ما احنا فاهمين انا عملت ايه يا رب عشان تعمل فيها كده. الصحابة كانوا فاهمين الدين، انا هضحي بمالي، وانا هضحي باولادي، وانا هضحي بصحتي، وانا هضحي بنفسي. كل واحد بيجيب اغلى ما عنده اللي ربنا سبحانه وتعالى عشان هو عينه على الجنه. فالحته دي مهمه يا جماعه ان احنا نفهمها. إيه انت كمان اقعدي كده فكري ايه اللي ممكن تقدميه للدين، ايه اللي انت عندك استعداد انك انت تضحي بيه عشان الدين، ولو حتى تضحي بساعه بالليل ما تناميهاش عشان تصلي قيام الليل، يعني دي اقل حاجه ممكن تعمليها عشان دينك. طيب ايه كمان ممكن ناخده؟ إن مصاحبة الكبار العقلاء الحكماء بتفرق، بتفرق. فاهتمي لنفسك ولأولادك إنك أنت تزرعيهم في بيئة صالحة. يعني شوفي مرافقة سيدنا أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفتي فرقت إزاي معاه، نالته دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم خلته سعيد في الدنيا وفي الآخرة. فيعني ازرعي أولادك في بيئة صالحة على قد ما تقدري. ايه كمان ممكن ناخده؟ العلم اللي خده سيدنا انس من النبي عليه الصلاه والسلام هو ده العلم، علم ينفع. قعد يتعلم، هو ما كانش عارف هو بيتعلم ليه، وبيشوف حاجات وعمال بيحفظ حاجات وبيشوف مواقف ما كانش عارف ممكن يستغلها في ايه، او ممكن ايه لازمتها انها تتعرض قدامه. لكن ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم ان هذا الطفل الصغير سيكون وعاء للعلم، وانه هينتفع بيه المسلمين قدام بعد كده. ولما بتحصل لهم اي نازله او اي حاجه جديده عليهم مش عارفين، كانوا بيرجعوا لسيدنا انس عشان هو ده المرجعيه. فانت حاولي على قد ما تقدري تتعلمي دينك وتعلمي اولادك دينهم بتدرج، مع وجود كده مشاعر، مشاعر مهمه، مش كده صنم كده بيحفظ ويتعلم القران كده، لا اقراي القران بخشوع، اتكلمي عن ربنا بحب، اتكلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم كده بعاطفه، زير عاطفتك وانت بتتكلمي عنه، انت فاهمه، ليني كده القلوب اللي حواليكي بالكلام الجميل، وزيني يعني زيني كلامك بمشاعر، زوديها بالمشاعر، اكدي كلامك بالحب بدمعه. الحاجات دي مؤثره جدا في النفوس. طيب ولاني ما حدش عارف هو اللي انت بتتعلميه ده انت ممكن تستفادي منه امتى، او ممكن حد تاني غيرك يستفاد، انت ما تعرفيش الخير فين. فاي معلومة تتحط قدامك دوري فيها، تعلمي فيها، وبحثي فيها، واهتمي بانك انت تتعلمي دينك صح، لان محدش عارف، يمكن تكون انت
يعني الصخرة كده اللي هتسند صخور تانية كده هتقع، محدش عارف. برضو عايزين ناخد من سيدنا أنس موضوع حرصه على متابعة النبي في أفعاله وأقواله. بصي، بيحب ما يحب ويكره ما يكره. يعني شفتي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأثر فيه لدرجة أنه كان بيقلده. فياريت نبقى احنا كمان قدوة لأولادنا، عشان أولادنا هيقلدوا وهيقتدوا بينا. ولو انتي شايفة نفسك مش قدوة، أو أبو الأولاد مش قدوة، هاتي كتاب سيرة كده، زي مثلا كتاب السيرة النبوية للدكتور علي الصلابي، هايل جدا. أو اسمعي دروس السيرة للدكتور رغب السرجاني، جميلة جدا. اقعدي سمعي أولادك، لو انتي مش قادرة تتكلمي أو ما عندكيش معلومة سمعيهم. طيب جمعيهم كده وقولي لهم ايه، احنا عندنا يوم في الأسبوع كده هنجتمع فيه على درس، نسمع كلنا مع بعض ونتناقش فيه. القعدة دي جميلة جدا. يعني ممكن يبدو عليهم في الأول كده ملل، زهق كده، إنما عارفة لما بتبتدي تعملي الحوار كده كأن في حوار كده، وانت ايه رأيك، طب وانت اللي استفدت منه، طب ايه أكتر حاجة عجبتك في القصة دي، طب الكلام ده ممكن احنا نطبقه، زي كل واحد كده تديله سؤال. هما بصي نفس البشرية بتحب أوي حد يسألها عن نفسها، وانت فهمتي ايه وبتحبي ايه وبتكرهي ايه، دي حاجة طبيعية فينا كلنا. اسأليهم برضو، يعني انا عايزك يا مثلا يا محمد تقولي ايه احلى حاجة في الدرس، انا عايزك تقولي لي يا خديجة مثلا بنظرتك كده، ها انتي ايه اللي انتي النهاردة هتاخديه وتطبقيه من الدرس، يعني حركي كده ايه، اعملي قعدة حلوة كده مع الاولاد في القصص ديت. صدقيني بصي، اولادك ان لم تشغليهم بالحاجات المفيدة هم هينشغلوا بالباطل. في العالم كله رايح دلوقتي في سكة التفاهة، والموضوع ده من زمان مش من دلوقتي، بس الجديد ان الموضوع زاد. يعني بعد ما كان التفاهة في التلفزيونات او في السينما، لا دلوقتي بقت في الموبايلات في ايد اولادنا. فاحنا لازم ناخد بالنا من الحكاية دي، ان مش هنقدر نمنع التفاهة من حياة اولادنا، بس نقدر يعني نحط لهم احنا كده، ندس كده في النص شوية حاجات قيمة، نعلمهم المبادئ ونعلمهم معاني جميلة كده، زي الإخلاص، التوكل، الصبر، الدعاء، الأخلاق، حسن الخلق، يعني فاهمة، ده دور الأمهات، ما فيش حد تاني ممكن يقوم بالدور ده غيرك. فيعني ربنا يعيننا على الدور دوت، إن احنا نديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.